بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. بالتأكيد مجال العمل التطوعي من أكبر المجالات ومن أهم المجالات لكل شخص في هذا المجتمع. فبالتأكيد مشاهدينا الكرام، حديثنا في حلقة اليوم عن عوامل النجاح أو عوامل نجاح العمل التطوعي. راح نتطرق في البداية للتعرف على ما هو العمل التطوعي، وما هي كذلك مجالات العمل التطوعي، و الواقع الشباب في هذا المجال، والمزيد من المحاور القيمة مع ضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور يعني الله القرني، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز. حياك الله دكتور يعني الله. الله يبقيك ويسلمك، وأنا سعيد جدا والله بلقاء المشاهدين والمشاهدات، وأيضا سعيد بكوني أكون معك لأول مرة في هذا البرنامج. الله يحييك دكتور، ويعني زي ما قلت لك قبل الحلقة، يعني كم مرة تشرفنا في برنامج قيمنا وما تتيسر أني أكون معك، لكن الحمد لله اليوم تمت. فالله يحييك دكتور. أنا أيضا رابح يا أويس. الله يسعدك يا رب. الله تكلم دكتور. بداية الدكتور، إحنا بدنا نتعرف على التطوع بشكل عام، يعني نأخذ نبذة عامة عن هذا المجال. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أنا سعيد جدا والله يعني بهذا اللقاء، لكنني سأكون أسعد عندما تصل هذه الرسائل إلى كل من يسمعنا من المشاهدين والمشاهدات، ثم تستقر في عقله وقلبه وتتحول بعد ذلك إلى مجموعة من السلوكيات الناجحة. بالنسبة للعمل التطوع، دعني أخي أويس أبدأ بقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما معنى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ يعني من أدى الحج أو العمرة بعد أن أدى حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له وعليم بنيته الطيبة وغايته النبيلة، ولذلك هو يقوم بالحج والعمرة تطوعا بعد أن قدم الواجب. لذلك العمل التطوعي هو أي عمل يقوم به الفرد، سواء كان هذا الفرد متخصص أو مساند، وسأأتي لك في الفرق بين المتخصص والمساند. أي جهد يقوم به الفرد، سواء كان هذا الفرد متخصصا أو مساندا، دون أن يتوقع أي مقابل مادي جزاء هذا الجهد. وهذا الجهد أخي أويس قد يكون بالنفس أو بالمال أو بالمهارة أو بالخبرة، حتى جبر الخواطر يعتبر ضمن ماذا؟ ضمن التطوع. فما يطلع لي واحد يقول لي إذا ما عندي قدرة مادية إذن أنا لا أستطيع التطوع. كل المجالات مفتوحة لك، ويقدم هذا العمل عن طيب خاطر وبقصد إسعاد الآخرين، ما يبتغي فيها أي شيء آخر، لا يبتغي فيها أي شيء آخر. ولذلك من الجميل جدا أنه نأصل للعملية هذه، ونقول للناس أن العمل التطوعي من خلال التعريف اللي أنا طرحته يتميز بمجموعة من ماذا؟ من الخصائص. أول خاصية أن العمل التطوع ليس إلزاميا، ولذلك لا تستغرب لما تشوف لك واحد متطوع وسعيد ومستمتع جدا بالعمل، لأن هذا العمل الذي يقوم به ليس إلزاميا، بل يقوم به بدافع من ماذا؟ من ذاته وبرغبة داخلية. هذا أولا. اثنين، قد يكون العمل التطوعي فرديا أو جماعيا، يعني قد يكون العمل التطوعي من الفرد، أنت لو تمر في طريق فتزيل الأذى عن الطريق هذا عمل فردي تطوعي، لكن لو أنشأت فريقا تطوعيا فهذا عمل تطوعي جماعي، إذن هو يتم بطريقة فردية ويتم أيضا بطريقة
بطريقة جماعية. من خصائص العمل التطوعي الجميلة إنه ممكن يكون بالمال، بالجهد، بالاستشارة، بالخبرة، بالمهارة. يعني فلان عنده خبرة في مجال التصوير، تعال تطوع في هذا المجال. شخص عنده خبرة في مجال الإسعافات الأولية، تعال تطوع في هذا المجال. يعني مفتوح لكل ماذا؟ لكل المجالات. ما يميزه فقط أن الإنسان يقوم به دون أن يتوقع أي مقابل مادي سوى أن يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. جميل دكتور. طيب لو نتكلم عن الثمرات، الفوائد، الأشياء اللي ممكن يحصدها الإنسان من العمل التطوعي اللي يسويه، ما هي الثمرات؟ طيب أنت لو سمحت لي أخوي أويس، يعني إذا تسمح لي بس قبل ما أتكلم عن هذه الثمرات، إذا سمحت لي أنه أتكلم ما الذي يدفع الإنسان للعمل التطوعي قبل أن أتكلم عن الثمرة. نعم. بس إذا سمحت لي أبد، خذ راحتك. أي والله يسعدك. الله يسعدك. الإنسان يندفع إلى العمل التطوعي بدوافع معينة. الدوافع هذه قد تكون دوافع داخلية وقد تكون دوافع خارجية. فالدوافع الداخلية نسميها نحن في الأدب التربوي الحوافز. فإذا استيقظت الحوافز ينطلق هذا المتطوع إلى إنجاز أعماله التطوعية بسعادة ومتعة. طيب إذا انخفضت هذه الحوافز، ما المطلوب من الشخص؟ المطلوب من الشخص أن يبحث له عن باعث خارجي. يعني الآن أنا وأنت أخي أويس وجميع اللي يسمعنا الآن شاهدنا مشاهد جدا جميلة لمركز الملك سلمان وأعماله الإغاثية في الشمال السوري في الفترة الماضية. كل هذه المقاطع التي رأيتها أنا وأنت والمشاهدين والمشاهدات هي بمثابة الباعث لي أنا وأنت. يعني أنت الآن تشوف هذا الجمال الموجود فتجي تقول لنفسك يا الله ليش أنا ما أكون معهم؟ فتبدأ تدخل على مركز الملك سلمان وتقول أنا أويس سندي، مهاراتي كذا وكذا، إذا احتجتموني فأنا جاهز. ثم تجد نفسك في يوم من الأيام في حملة من حملات هذا المركز. إذن إذا لم يستيقظ هذا الحافز فعلى الإنسان أن يبحث له عن باعث خارجي يدفعه إلى العمل، يدفعه إلى العمل التطوعي. هذه نقطة. النقطة الثانية، في دوافع دينية يا أخي أويس تدفع الإنسان للقيام بالعمل التطوعي. موسى عليه السلام، وأنا والله أبغى المشاهدين والمشاهدات يركزوا معايا جدا في هذه النقطة. موسى عليه السلام كان بعد ما خرج وهرب من فرعون كان مسافرا وهاربا وجائعا وخائفا، لكن لما رأى الفتاتين يحتاجون إلى المساعدة في سقيا الماشية بادر رغم الألم اللي هو فيه، حتى يقال أن بطنه التصق من ماذا؟ من الجوع. كان يأكل البق وأوراق الشجر. لما رآهم ذهب مباشرة فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله يا جماعة الخير لما نقف وقفة عند الموقف هذا والله سنجد فيه فتوحات عظيمة جدا. أولا هو في أمس الحاجة للمساعدة، يحتاج من يتطوع، يحتاج من يتطوع لمساعدته، ولكنه بادر إلى مساعدة الآخرين عندما وجد الفرصة متاحة. بعد أن قدم هذا العمل لم ينتظر منهم جزاء ولا شكورا، تولى إلى الظل وقال إيش؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا في أمس الحاجة إليك يا رب العالمين. طيب تخيل معي لما قدم العمل التطوعي وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة زواج زوجة صالحة وأمن وأمان وعمل وأجر ومقابل مادي، وبعد ذلك رسالة. لذلك أنا بس أدعو كل من يسمعني الآن، لما تقدم عمل قدم عملا، شوف هذه خذوها كذا هدية لا تقدر بثمن. لما تشعر أنه قد أحيط بك وأن الدنيا ضاقت عليك بما رحبت، كل ما عليك أن تذهب لتقديم عمل تطوعي وأنت في أمس الحاجة إليه. قدم عملا تطوعيا للآخرين
ثم انصرف، لا يراك إلا الله، وقل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ترى حنا ما نقرأ القرآن الكريم إلا ليتحول إلى مجموعة من ماذا؟ من المواقف السلوكية. هذا واحد من الدوافع الدينية. وعلى فكرة أيضا ذو القرنين لما بنى السد إيش قال؟ بناه ماذا؟ تطوعا. لما قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يعني اللي أعطاني ربي من الملك والتمكين خير لي والله مما تعطونني. وشوف ثمرات هذا السد، جعل العالم والبشرية تعيش في أمن وأمان بعد بناء هذا السد. ولذلك هذا الدافع الديني. رقم اثنين إذا سمحت لي يا أخوي أويس، دافع المتعة والسعادة. الإنسان يذهب للعمل التطوعي لكي يبحث عن المتعة والسعادة. السعادة تأتي في الأخذ وتأتي في العطاء، ولكن سعادة الأخذ لحظية تنتهي بمجرد امتلاكك للشيء. يعني إذا كنت سعيد بأنك ستحصل على سيارة، بمجرد حصولك على هذه السيارة ستنتهي هذه السعادة وستبدأ تبحث عن ماذا؟ عن شيء آخر. ولكن سعادة العطاء سعادة لا تنقطع أبدا. وإذا تسمح لي أنا عندي بس قصة كذا أعطيك إياها في هذا الجانب. مرة من المرات يعني اتصل علي صديق عزيز، أيام كان الخميس إجازة، يعني الكلام هذا مرة قديم، فقال لي أبو عبد الملك أبا مر عليك البيت أنت فاضي؟ قلت نعم. أخذني في السيارة وذهبنا إلى مستشفى الملك عبد العزيز للأورام اللي في المحجر. سألته في الطريق، قلت له مين من الجماعة أو من الأصدقاء المعارف مريض وسنذهب إلى زيارته؟ قال لي ما في أحد، أنا بس عندي عمل تطوعي نهاية كل شهر أروح أسلم على المرضى وأرجع بيتي، وحبيت أخذك معايا. لم ينتهي الأمر والجمال عند هذا. كان يمر وكان فيه خفة ظل وخفة دم، لا يدخل على مريض إلا ويتركه ضاحكا باسما، وينتقل من غرفة إلى غرفة ومن غرفة إلى غرفة، إلين وصلنا إلى غرفة فيها طفل صغير أضناه التعب وأضناه الدواء، فبدأ يمازحه، لكن الطفل لم ينبس ببنت شفا ولم يبتسم كغيره. غادرنا الغرفة ما قدر عليه، لا ما قدر عليه. لما خرجنا إلى الخارج كنت بتجه للسيارة فأمسك بيدي كما يمسك الأب بيدي ابني ويرشده، قال فين رايح؟ قلت بنروح. قال روح اشتري لعبة، وأشار لي على الكشك هذاك اللي في بداية المستشفى، قال روح اشتري لعبة وأعطيها هذا الطفل. فرحت اشتريت لعبة ورحت أعطيتها هذا الطفل. والله يا أخوي أويس إنه يقلب في اللعبة زي كذا ويطالع فيها ورسم ابتسامة عريضة جدا، شعرت أنني سعيد. ثم خرجت إلى صاحبي قال ماذا حدث؟ قلت ابتسم، قال حصل المطلوب. وقال لي كلمة في السيارة بالبلدي كذا، قال لي إذا حبيت تسعد الآخرين يا أبو عبد الملك، إذا حبيت تسعد يا أبو عبد الملك أسعد الآخرين. فبدأت أنشر بين طلابي والطالبات في جامعة الملك عبد العزيز تعريفا للسعادة، ولو أن السعادة معرف ولا تعرف، ولكني كنت أقول لهم دائما السعادة هي الشيء الذي إذا أعطيت الآخرين منه يزداد رصيده عندك. يا سلام. لذلك الدوافع قد تكون دوافع دينية وقد تكون دوافع للبحث عن المتعة وعن السعادة. يا سلام. وبالتأكيد مثل ما ذكرت دكتور، إذا الواحد ما وجدها من الداخل يبحث عنها من الخارج، ويمكن مثل هذه المواقف مثل هذول الأصدقاء يعني يدفع الواحد ويحفز الواحد على أنه والله يتطوع. وأنا أعتبرهم يا أخوي أويس، أنا أعتبر هؤلاء الناس أشبه ما يكونون بملائكة الأرض، يعني والله من الناس الذي نشكر الله سبحانه وتعالى على وجودهم في حياتنا. اي نعم بالتاكيد دكتور. احنا بس نستاذنك فاصل قصير ونكمل ان شاء الله بعدهم وهو كذلك الحلقه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونكمل بعدها الحلقه. الى قيم الخير هيا بنا، وارواحنا عاليات الهمم. الصلاه معينه على الثبات والمصائب. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي تفتح أبواب الرزق. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
وهي سبب في الرزق بالأولاد. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة بال المؤمنين، وكثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الشرك والكفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. بالتأكيد موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي هي عوامل نجاح العمل التطوعي مع ضيفنا الأستاذ الدكتور يعني الله القرني، حياك الله مرة أخرى دكتور. الله يبقيك ويسلمك يا حبيبي. الله يعطيك العافية. احنا ودنا الآن بعد ما تكلمنا على الدوافع والأشياء اللي تدفع الإنسان إلى العمل التطوعي، قلنا أنها دينية ودوافع للسعادة والبحث عن شيء جديد في الحياة، ودنا نتكلم على الثمرات، إيش الشيء اللي يكتسبه الشخص ويجده من العمل التطوعي. طيب كلام جميل جدا. العمل التطوعي، العمل التطوعي أنا ذكرت أنا وأنت في المحور السابق أنه يشبه حاجة الإنسان لماذا؟ للسعادة والمتعة. نضيف إلى ذلك مجموعة من الثمرات الجميلة اللي ممكن يحصل عليها الشخص جراء العمل التطوعي. أولا يستطيع أن يقضي وقت فراغه في أشياء تعود عليه بماذا؟ فائدة. تعود عليه بالفائدة. يعني الآن حنا مقبلين على إجازة وسنبدأ بإجازة الحج، والآن المملكة العربية السعودية في حالة استنفار حكومة وشعبا لاستقبال الحجيج واستضافته. الآن الشباب يا أخي بدل ما تروح نايم تقعد لي نايم الإجازة كلها، يا أخي قدم قدم وتطوع في أعمال ماذا؟ وتطوع في أعمال الحج. والله أنا أعرف شباب دخلوا في أعمال التطوع في الحج والعمرة يقول لي أنا ولدت من جديد. ليش؟ إيش السبب؟ السبب أنه يقدم الخدمة فيسمع دعوة مباشرة، يقدم الخدمة ويسمع دعوة مباشرة، وهو يخدم ضيوف من؟ ضيوف الرحمن. يخدم ضيوف الرحمن. هل هناك أشرف أو أجل من هذه الخدمة؟ يعني يقضي وقت فراغه. اثنين، يتعلم مهارات جديدة. يعني أنت مثلا يا أخي أويس متخصص في الإنتاج المرئي والمسموع مثلا، وأنا ألف باء في الإنتاج المرئي والمسموع. لما تيجي تقول لي كيف تشيل الكاميرا، كيف تصور، كيف تمنتج، أنا أتعلم منك مهارة ماذا؟ مهارة جديدة. لو عندي خبرة في الإسعافات الأولية وإنت ليس لديك شيء، إنت مساند، لما تيجي مساند، لما تيجي تشوفني تبدأ تتعلم ماذا؟ تتعلم مهارة جديدة. يعني تخيل معي بس إنت تشترك في فريق تطوعي للإسعافات الأولية وتمارس عملك، أنت مساند ولست متخصص. ومعليش نسينا ما قلنا الفرق بينهم. يعني مثلا لو في حملة تطوعية صحية، فالأطباء والممارسين الصحيين يعتبرون متطوعين متخصصين، لكن أنا وإنت يا أخوي أويس لو رافقناهم نعتبر ماذا؟ نعتبر مساندين. يعني أنت في التغطية الإعلامية مثلا، أنا في مجال آخر، نعتبر ماذا؟ مساندين. فأنا المساندين يتعلمون مهارات جديدة من المتخصصين، والمتخصص يتعلم مهارة جديدة من ماذا؟ من المساند. زي إيش ممكن المتخصص يتعلم من المساند؟ يعني أنا أعطيك مثلاً مثال. يعني لو هو مثلاً تخصصه صحي، لكن أنت مثلاً تخصصك تغطية إعلامية وكتابة تقارير إعلامية، فعنده ميول فيجلس معاك يشوفك كيف تكتب التقارير، كيف تظهر أمام الكاميرا، كيف تتحدث، يكتسب شغلة، يكتسب مهارة جديدة. طيب شيء آخر، علاقات قوية جدا مع الأفراد ومع الجهات. يعني أنت تقيم علاقات، هذه شو يسمونها في الإدارة؟ يسمونها التشبيك. يعني أنك تشبك مع أفراد وتشبك مع ماذا؟ وتشبك مع مؤسسات. هذا التشبيك بكرة يضمن لك نجاح أي مبادرة تطوعية، لأنك تعلمت كيف تبني علاقة مع الجهة وكيف تبني علاقة مع
هذه مع هؤلاء الأفراد. أضيف لك نقطة أخيرة في في الفوائد والثمرات، والفوائد عظيمة جدا ولا تحصى، لكنه يشبه حاجته للانتماء. لما يلتحق بعمل تطوعي ومع فريق تطوعي يشبه حاجته لماذا؟ للانتماء. والانتماء حاجة إنسانية كما وصفها إبراهام ماسلو. لما أنت تقول أنا عضو في فريق ماذا؟ عضو في فريق تطوعي، فأنت تنتمي إلى هذا وتشبه حاجتك لماذا؟ تشبه حاجتك للانتماء. جميل دكتور. أتوقع كذلك حتى أنه زي ما سمعت أنت التشبيك هذا، ممكن مستقبلا هو اليوم أنت مثلا عمل تطوعي، بكرة ممكن هو يكون وظيفة بالنسبة لك. يا سلام عليك، هي فرص متعددة. يا سلام عليك، أبوك في الجنة إن شاء الله. أنا أقول لك هذا الكلام والله العظيم، يعني أنت الآن تتطوع ولا ترجو أي مقابل مادي، لكن الله سبحانه وتعالى سيعطيك. يعني قد تكون فرصة تطوعية الآن وقد تكون مستقبل وظيفي لاحق. جميل دكتور. طيب لو نتكلم للشباب مثلا، أويس وغيره من الشباب في هذه المرحلة العمرية، كيف هو واقعهم في العمل التطوعي؟ كيف بيعملوا؟ نسبتهم؟ نبي تفاصيل أكثر عن الشباب، وكذلك كيف إحنا ممكن نوجههم للعمل التطوعي. طيب أولاً إحنا عندنا دراسة أتمنى إنه زملائنا يعرضوها لنا، لكن قبل ما نعرض هذه الدراسة خليني بس أجاوب لك على سؤال عن واقع الأعمال التطوعية لدى الشباب. أولاً خلينا نسأل نفسنا سؤال في البداية، هل هم أساساً الشباب السعودي يملك القدرات والإمكانات التي تمكنه من إنجاح الأعمال التطوعية؟ أقولها وبكل فخر، نعم يملكون هذه القدرات. وإذا تبغى دليل، أنا عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز، وأرى مبادرات لا نتدخل فيها نحن أعضاء هيئة التدريس مطلقا إلا بالإشراف عن بعد، الفريق كاملا للمبادرة طلاب وطالبات. يعني قبل فترة بسيطة دعيت من 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 اليوم الهندسي، اليوم الهندسي في كلية الهندسة، ذهبت إلى اليوم الهندسي قدمت لهم ورشة من ضمن فعاليات عظيمة. فلما شفت الفعاليات في مركز الملك فيصل للمؤتمرات قلت ما شاء الله، كلية الهندسة قامت بعمل جبار. قالوا هذا العمل من الألف إلى الياء عمل طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز كامل. حتى هذه الشركات اللي عارضة وتعرض فرص وظيفية اللي تفاهم معهم مين؟ طلاب وطالبات. وعندكم في كلية الإعلام والاتصال يعني ملتقى الأفلام الوثائقية يعني كان عملا طلابيا بنسبة كبيرة. كبيرة. فلما تسألني عن شبابنا أقول لك أي والله يملكون القدرات، وهذا هو الواقع الحقيقي. لكن هل يشاركون في الأعمال التطوعية أو لا؟ هذه الدراسة اللي ممكن نستعرضها، وإذا سمحت لي ما في أي إشكالية لو سمحت لي بس. طيب اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. أنا أجريت الدراسة هذه قبل يمكن 7 أو 8 سنوات، يعني لا تأخذني بنتائجها الآن، يعني ربما أنه في دراسات أحدث منها، لكن خليني أتكلم عن هذه الدراسة. جميل. كانت عن آليات مقترحة لتعزيز مشاركة الشباب الجامعي في الأعمال التطوعية، وكانت بدعم من كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم بجامعة تبوك. طبعا الدراسة بكل أسف يعني أثبتت أنه الشباب الجامعي مشاركتهم في الأعمال التطوعية قليلة بدرجة كبيرة. طلع المتوسط من 5. إحنا عندنا مقياس اسمه مقياس ليكرت الخماسي، يبدأ من 1 وينتهي ب5، حصلوا على 2.1 من 5 مدى المشاركة في الأعمال التطوعية. مدى المشاركة في الأعمال ماذا؟ التطوعية. في الأعمال التطوعية. طب ليش أنتم عندكم الإمكانيات الكاملة والكافية وعندكم الاتجاهات ولديكم الرغبة ولكنكم لا تشاركون؟ أكيد في أسباب. في أسباب. طيب هذه لو يعرضوها كاملة على الشاشة، بس علشان الشباب اللي يسمعون الآن ينتبهوا لهذه النقطة. تمام. لو لاحظتم حنا وضعنا عدد من المجالات للتطوع أو عدد من الفرص التطوعية، وسألنا الشباب هل سبق أن شاركت فيها أو لا؟ الإجابات كلها مستوى المشاركة قليل أو قليل جدا. لاحظ، مساعدة ورعاية الفقراء والمحتاجين، أنا ما حقراها كلها، أو أعمال العناية بالمساجد، أو إرشاد الطلاب المستجدين، أو رعاية المسنين، أو
المساعدة في تنظيم البرامج التدريبية أو الإرشاد السياحي أو الحملات التوعوية أو العمل مع الجمعيات. يعني كانت المشاركة منوعة، يعني طرحنا المجالات لكن مشاركة الشباب فيها كانت مالها كانت قليلة بكل أسف. طب أنا رسالتي للشباب، مدام أنت تملك الإمكانيات، لو بس نروح لل طب اللي بعدها أي. أي نعم، مدام أنت تملك الإمكانيات إذن بادر بالخطوة الأولى، بادر بالخطوة الأولى. يعني مثلا أنا أعرف يا أويس أنك تقوم بجهود جدا عظيمة في الجامعة، ومثلك طلاب كثير في الكليات الأخرى أخذوا على عاتقهم إرشاد الطلاب المستجدين. فمثلا يجيني طالب على كلية الطب مستجد، إيش يسووا هذول الطلاب؟ يجوا من مستويات أعلى ويجتمعوا بهؤلاء الطلاب ويقولوا لهم ما المتطلبات، إيش المطلوب منك، إيش الأخطاء أو التي يرتكبها طالب الطب في السنة الأولى، ويبدأ يرشد. هذا عمل تطوعي رائع، هذا عمل تطوعي رائع. طيب طلع إنه ما في فرق بين التخصصات الإدارية الإنسانية والتخصصات العلمية في المشاركة في الأعمال التطوعية. طلع مشاركة الذكور أكبر من مشاركة الإناث، لأنه الفرص بالنسبة لهم متاحة أكبر. لكن الحمد لله مع الرؤية الجديدة أصبحنا نرى مساهمات أيضا من الفتيات، مساهمات جدا رائعة خصوصا في المجالات التي تتناسب مع طبيعة المرأة. أيضا في نقطة جدا جوهرية من نتائج الدراسة تقول إن الطالب اللي يشارك في الأنشطة أكثر مشاركته في الأعمال التطوعية أكبر. يعني لما تشارك في الأنشطة اللاصفية اللي داخل الجامعة، يعني اللي داخل الجامعة، ترى هذه في حد ذاتها عمل ماذا؟ تطوعي، عمل تطوعي، وتحفزك للقيام بأعمال تطوعية أخرى. والفرق كان مرة كبير بين الطلاب الذين يشاركون في الأنشطة والطلاب الذين لا يشارك. والطلاب الذين لا يشاركون. فلما تسألني عن واقعهم أنا أقول لك هم يملكون الإمكانيات لكن يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى المبادرة في تفعيل هذه القدرات والإمكانيات في خدمة المجتمع. جميل دكتور. طيب أنا يعني افترض أنه مثلا الطالب هذا اللي وده يتطوع، بس الخطوة الأولى صعبة دكتور، يعني أنا أتوه من فين أبدأ؟ كيف أسوي الفكرة؟ كيف أجهز الفريق؟ يعني الشاب ممكن يواجه تحديات مو عارف هو كيف يبدأ. طيب فإيش نصيحتك للطالب؟ والله أنا دائما أقول إذا أنت تبغى تدخل في عمل تطوعي لا تروح في البداية تبدأ من ماذا؟ من الصفر. قدامك ناس فرق تطوعية منشأة ولها سنوات، اذهب واعرض نفسك عليهم. إيش السبب؟ السبب أنت حتكتسب خبرة، حتكتسب مهارات كثيرة، وبكرة تستطيع أن تستقل بمبادرة تطوعية أخرى. لكن لا تبدأ لي كذا. أنا دائما أشجع الانخراط في تجارب ناجحة والاستفادة من تجارب الآخرين ثم البدء في التجارب الجديدة. يعني أنا قابلت فرق تطوعية كثير جدا كثير جدا، والله إني سعيد بحجم الاحترافية والعمل الراقي الذي يتم في هذه. لما سألتهم قالوا ترى في البدايات كانت إيش؟ كان الوضع محاولات كانت كان أيوة كانت اجتهادات يغلب عليها الارتجال أكثر من العمل المؤسسي. لكن الآن خلاص تعلموا الحرفة وصاروا يقدموا عمل تطوعي احترافي، واتجهوا حتى أصبح نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن مأسسة العمل التطوعي وليس فقط مجرد ممارسته ممارسة عادية. جميل. إذا أنت يعني تقول أنه خلاص أنت أدخل في المجال ويوم ورا يوم إن شاء الله حتتعلم وحتتطور وتطور عملك بإذن الله. بإذن الله. جميل. إحنا نستنى كذلك دكتور بفاصل، إحنا ودنا نكمل طيب. لكن فاصل قصير ونكون إن شاء الله فاصل المشاهدين الكرام ونعود مرة أخرى. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومنه واحد بيع الملاقيح، أي بيع الجنين في بطن الشاة ونحوها، لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال، ولا يدرى أذكر هو أم أنثى، واحد أم اثنان، أو يولد حيا أو ميتا، صحيحا أو ناقصا. اثنان
بيع الجمل الشارد. 3. بيع ضربة الغواص قبل استخراجها. 4. بيع الطير في الهواء ولا يضمن إمساكه. 5. بيع السمك في الماء غير المحصور والمعروف. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. حياكم الله مجدًا مشاهدينا الكرام، حياك الله دكتور. الله يبارك فيك، يعطيك العافيه. ودنا نبداك تتكلم على ايش العوامل، ايش النقاط اللي هي باذن الله تساهم وتؤدي الى نجاح الاعمال التطوعيه، زي ما قلنا الشباب والمشاركات اللي هم يسووها، النقاط اللي تخليهم ينجحوا الاعمال التطوعيه. طيب، كلام جدا جميل اخي ويس. كيف ينجح العمل التطوعي؟ هذا سؤال جدا جميل. اول عامل هام هي الغايات النبيله والنوايا الطيبه، ولذلك أنا أرسل رسالة وأعتقد جازماً أنها هدية لا تقدر بثمن. كل من يسمعني الآن يأخذ ورقة وقلم يسجلها ويبدأ إيش؟ ويبدأ يسجل هذه النقطة. أي إنسان يذهب إلى عمل ليقوم به فلديه مهمات ولديه غايات، لديه مهمات ولديه غايات. يعني أنا عندي مثلاً عمل إعلامي زي اللي حاصل بيني أنا وأويس الآن. إيش المطلوب؟ المطلوب منك يا أويس إنه تأخذ الورقة وتعمل إعداد وتلقي هذه مهمات أسميها. طيب، ما هي الغاية النبيلة التي فكرت فيها عندما دخلت؟ يعني ماذا تبتغي من هذا العمل؟ فلما يفكر الإنسان في الغاية النبيلة يقدم على الأعمال التطوعية بقوة. وخليني بس أعطيك يعني موقف جميل. كنت مرة في برنامج تدريبي مع وزارة الحج، كان في السوبر دوم هنا في مدينة جدة. المهم كان موجه نحو الجهات التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن في الصفوف الأولى، مثل الجوازات، الناس اللي في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الآن صارت هيئة، الناس اللي في أمن الحرم. يعني المهم طلبت من واحد من أمن الحرم، طلبت منه أنه أنا بجري معك تجربة سؤال وجواب أمام الحاضرين، هل تسمح؟ قال لي نعم. قلت له ما طبيعة عملك؟ قال أنظم الدخول والخروج إلى الحرم المكي. قلت له ولماذا تنظم الدخول والخروج إلى الحرم المكي؟ قال حتى لا يحصل تدافع. قلت ولماذا لا تريد أن يحصل تدافع؟ بدأ يزعل. ولماذا لا تريد أن يحصل تدافع؟ قال لأنه لو حصل التدافع ربما تحصل وفيات، ونحن لا نريد أن تحصل وفيات. قلت ولماذا لا تريد أن تحصل وفيات؟ بعد ما طولت عليه في الأسئلة قال لي إيش؟ قال هذول ضيوف الرحمن، إذا ما خدمتهم أخدم مين؟ إذا ما اعتنيت فيهم اعتني في مين؟ قلت له بس وقف لي عند هذا، الله يسعدك، أنت مهمتك هي تنظيم الدخول والخروج إلى الحرم المكي، لكن غايتك النبيلة هي خدمة ضيوف الرحمن. يا سلام. إيش يقول لي؟ يقول والله أعطيتني درس لن أنساه ما حييت. ولذلك أنت لا تستغرب الآن لما تجي على واحد من أمن الحرم يقوم بعمله ويقوم بأعمال أخرى خارج نطاق العمل. فتلقى مثلا واحد من ضيوف الرحمن واقف قدام واحد من أمن الحرم يقول له يا أخي بالله فين باب الملك فهد؟ يا أخي بالله فين توسعة يقعد يسأله أقول لك فين ألاقي؟ ويجاوب بكل أريحية وبكل بساطة. ليه؟ لأنه يستشعر الغاية النبيلة. هذه النقطة الأولى. 2، اختار المجال بعناية، لا تتطوع إلا في مجال يثير شغفك. فإذا التحقت بحملة تطوعية معينة وإنت عندك خبرة في التسويق قل لهم يا جماعة الخير خذوني معاكم أشتغل لكم في جانب ماذا؟ في جانب التسويق. لو أنت مصور خذوني معاكم خلوني أشتغل في جانب ماذا؟ تصوير. في جانب التصوير، في شغلك، في تخصصك، علشان تظهر أقوى ما لديك. جميل. طيب، التعاون مع الزملاء والعمل بروح الفريق. إذا دخلت في عمل تطوعي لا تحط في بالك أنك تريد الظهور على حساب ماذا؟ على حساب الآخرين. نحن نوثق الأعمال التطوعية لتحفيز الآخرين، لا نوثقها لكي نقول للناس انظرونا نحن نفعل هذا أو نقدم هذا. لازم تتعاون مع إخوانك، وما المرء إلا بإخوانه، كما تمسك الكف بالمعصم، ولا خير في اليد مقطوعة ولا خير في الساعد الأجدمي. أيضاً اختيار الفريق المتكامل المتنوع، لا اختار لي واحد
جيب لي واحد قائد، جيب لي واحد تنفيذي يجيد الأعمال التنفيذية، جيب لي واحد ميداني، جيب لي واحد على علاقات عامة، واحد تخصصه علاقات عامة، جيب لي واحد تخصصه شريعة، في أي أمور ممكن نحتاجه فيها، جيب لي واحد تخصصه يعني أنوع تخصصه تقني يساعدني في جمع البيانات وفي معالجتها وفي. فالعوامل عوامل النجاح كثيرة جدا، لكن أنا ذكرت يعني أبرز عوامل النجاح وهي كثيرة جدا، لكن هذه من أبرز النقاط التي تساعد على نجاح الأعمال التطوعية. جميل دكتور. طيب لو الواحد مو عارف إيش مجال شغفه، كيف يعني يستكشف مجال الشغف والتخصص عشان يعني يعمل بسعادة في العمل التطوعي؟ طيب أنا دائما هذا السؤال لما يطرح علي أقول لهم أنت لابد أن يكون لديك وعي بذاتك. يقوم يسألني سؤال ثاني يقول كيف يكون لدي وعي بذاتي؟ طيب يا أخي الحبيب، أنت الآن مثلا إذا عملت في عمل معين، أي تجربة سبق وأن انخرطت فيها وأبدعت فيها فهذا يعني أنك قوي في هذا المجال. ما الشيء الذي تحبه؟ إذا أنت تحب مثلا المشاركة في الأعمال البيئية، البيئية تنظيف الشواطئ، التشجير الأشياء، التقليل التصحر، خلاص هذا مجالك. اسأل نفسك ماذا تحب، ما هي الأشياء التي تجيدها، ما هي المهارة التي تجيدها، ما هي التجارب التي انخرطت فيها ونجحت. كل هذه مؤشرات تدلك على المجال الذي يجب أن 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 تنخرط فيه. وترى أحياناً يا أخوي أويس يدخل شخص ويشتغل في شغلة ما له فيها، لكن يلاقي له شخص مساند ويدعمه، بعد فترة يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى شخص لديه يملك هذه المهارة ويستطيع خدمة الفريق في هذا المجال. نعم دكتور، أنت كذلك تكلمت على التنوع في الفريق، ويمكن هذا يعني من التوصيات الإجرائية ممكن الواحد يحسن بها العمل التطوعي. فلو تحكينا بشكل عام عن التوصيات الإجرائية سواء كانت طيب. في أشخاص أو في مهام. نعم، إحنا عندنا، إحنا قلنا التجارب الناجحة، يعني إحنا عندنا تجارب ناجحة. من الأشياء الإجرائية إنك تروح تجلس مع الفرق التطوعية الناجحة أو الناس المتطوعين الناجحين اللي تركوا بصمة، اجلس معهم وقل لهم من أين بديت، من أين بدأت، وكيف مضيت، وأين انتهيت. اسألوا هذه الأسئلة، اجلس معاه جلسة طالب علم، زي ما تجلس تطلب علم من أستاذك اطلب علم من هذا المتطوع. رقم اثنين، طور نفسك في المجال، يعني المجال اللي تبغى تتطوع فيه، لأن حنا الآن ترى الرؤية انتقلت من عملية التطوع الارتجالي إلى عملية التطوع الاحترافي. تبغى تطوع ماذا؟ احترافي. ولذلك كل شخص يتطوع في ماذا؟ في مجاله. خليني مثلا أعطيك مثال بيعن الله القرني، يعني أنت لما تيجي تدخلني مثلا في شغلة مثلا زي المونتاج ولا التسويق ولا، أقول لك والله معليش أنا ما أفهم في الشغلات دي، لكن لما تتصل علي الجهة إيش تطلب من عن الله القرني؟ قل تعال قدم لي محاضرة، أو تعال قدم لي برنامج تدريبي أو ورشة تدريبية، تدرب فيش؟ في مجالات معروفة، 1، 2، 3، 4 مهارات حياتية مثلا. خلاص، إذا معروف هذا الشخص إنه يدرب في هذا المجال، إذا هو متخصص فيه. لذلك حلو جدا إنه يكون لك حضور تخصصي في مجال ماذا؟ في مجال التطوع. الشيء الثاني، أي شخص يسمعني الآن ولديه أعمال تطوعية لا ينسى إنه عنده التزامات أسرية، ولذلك عملية التوازن بين العمل التطوعي وبين الواجبات الأسرية والأعمال المنوطة بك في عملك أمر واجب. يعني مو معقول أنت تروح طول أرض الله الواسعة تقدم أعمال تطوعية وأنت عملك مقصر فيه، عملك الأساسي مقصر فيه، هذه والله ما تستوي، والله ما تستوي أبدا. قدم عملك بما يرضي الله، وقدم واجباتك الأسرية، وبعدين شارك في الأعمال التطوعية. يعني عملية التوازن هذه مهمة جدا، وهي من التوصيات الإجرائية اللي ممكن تحسن لنا العمل التطوعي بدرجة كبيرة. وهي كذلك ممكن من الأولويات، إدارة الأولويات، أن الواحد يعرف متى يتطوع متى لا يتوقف، والموازنة كذلك بين الوظيفة والتطوع هذا أمر مهم. يعني مهم جدا عملية التوازن، لأنك لو يعني راح وقتك في الأعمال التطوعية ستشعر في يوم من الأيام إنه في واجبات أيضا قصرتها فيها، واجبات أسرية، واجبات مع أبنائك، واجبات مع عملك،
فمهم جدا عملية ماذا؟ عملية التوازن. أيضا مهم جدا طرق الأبواب التي يعتقد معظم الناس أنها مغلقة. يعني كيف؟ يعني في رجال أعمال صح يا أخي أطرق أبوابه في العمل ماذا؟ التطوعي. أنت ما بتروح تشحتهم، أنت بتروح تقول له هذا العرض وأنا تابع للجمعية الفلانية المصرحة، وعندنا العمل التطوعي التالي، هذه أهدافنا وهذه المخرجات اللي حنا ندور عليها، وهذه الإجراءات التي سنتبعها، وهذه الفئة التي سنستهدفها. خلاص يقتنع، قد يدعمك. أيضا المسؤولية الاجتماعية الموجودة في البنوك وفي المؤسسات وفي الشركات الكبيرة ممكن تطرق أبواب هذه الأبواب. يا سلام. وأجمل من هذا لما تدعمك الجهة أو يدعمك رجل الأعمال هذا وتقدم عملك التطوعي، حط تقرير بيض الوجه وارجع له ثاني مرة حتى لو ما طلبك، قدم له التقرير وقل له هذا هو التقرير وهذا هو العمل التطوعي الذي دعمته أنت. فليش يتشجع لدعمك في ماذا؟ المرات القادمة. ما في المرات ماذا؟ في المرات القادمة. احنا مستمتعين معك دكتور في الحديث حول العمل الطوعي، لكن فاصل قصير ونكمل بعد إن شاء الله. مشاهدينا الكرام فاصل ونكمل بعده. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. صلاة الجماعة نعمة عظيمة فيها فوائد، منها يضاعف بها الأجر 27 درجة، يحصل بها التنشيط للعبادة، تحقق المساواة بين المسلمين، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، يحصل بها المودة والمحبة والألفة نتيجة الاجتماع، يحصل بها الوحدة باجتماع المسلمين في مكان واحد على إمام واحد. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام. دكتور يعني الله إحنا يعني ما زلنا في حديث حول العمل التطوعي، ودنا كذا نسوي اتفاق بيننا وبين المشاهدين اليوم. احنا يعني اخذنا هذه المعلومات وهذه النبذة الايجابيه والجرعه الايجابيه حول التطوع، فودنا كذا نسوي اتفاق مع المشاهدين، ايش رايك؟ طيب ولا يهمك. طيب لو الزملاء بس يعرضوا لنا عقد الاتفاق مع المشاهدين والمشاهدات. يلا بسم الله. طيب سواء اللي بيتابعنا مباشر او مسجد، حتى من سيشاهد الحلقه لاحقا. هذا العقد هو عقد غير ملزم. ولكن أنا أتمنى من كل قلبي أنه كل واحد يسمعني الآن أنه يطلع ورقة وقلم ويقول أتعهد أنا فلان بن فلان، أو أتعهد أنا فلانة بنت فلان بأن أقوم بالأعمال التطوعية التالية. وأنا حجيب أعمال تطوعية بسيطة جدا يمكن تنفيذها. الهدف منها أنه بس نحفزه لأعمال تطوعية أكثر ماذا؟ أكثر احترافية وأكثر جمالة. طيب المشروع الأول زراعة ما لا يقل عن 10 شتلات في بيتك وعند جيرانك. يعني تأخذ 10 شتلات وتزرع في بيتك وعند الجيران وعند جيرانك. هذا العمل التطوعي الأول. الآن كأنني أسأل سؤال، من سيتبرع للقيام بهذا العمل التطوعي؟ رقم 2، قدم 5 ألعاب للأطفال في الأسر الفقيرة. يعني روح للأسر الفقيرة وقدم 5 ألعاب لخمسة أطفال على الأقل. طيب العمل التطوعي الثالث، قدم عدد 2 كسوة لعمال النظافة. يعني تروح تشتري كسوة لعمال النظافة وتبدأ في عملية توزيعها، إما كسوتين أو 3 أو 4 اللي تقدر عليه، أو حتى يا رجل حتى السائق اللي عندك في البيت، أو حتى الشغالة اللي موجودة عندك. باب أولى. أي من باب أولى. يعني هذا عمل تطوعي رائع. طيب علم الفاتحة لخمسة على الأقل من العمالة الوافدة. يعني علمهم النطق، القراءة الصحيحة، تجويدها،
علمهم الفاتحة. طبعا أنت حتقول لي أنا فين أجمعهم ولا كذا، تستطيع حتى أن تستخدم التقنية في إيصال ماذا؟ في إيصال هذه الرسالة. وفي جمعيات خيرية قائمة على هذا الشيء لو حبيت أنك تشارك معه. طيب عندنا فكرة جميلة في الحي طبقناها لفترة، للأسف تطبيقها كان في فترة محدودة، لكن ما في مانع أنه حنا نعلنها هنا على الهواء الفكرة هذه، وإن شاء الله يأخذ بها من يأخذ بها. حنا إيش سوينا أخويا ويس؟ باختصار شديد عندنا بابين للمسجد، جميل، وضعنا هنا طاولة وهنا طاولة، وضعنا على الطاولة كرتونين، كرتون فيه قفازات يد، والكرتون الثاني فيه أكياس نفايات بيضاء شكلها حلو يعني. وطلبنا يوم الجمعة من الموجودين الحاضرين في صلاة الجمعة، قلنا شجعوا أبناءكم إنهم وهم خارجين يأخذ كل واحد منهم يضع قفاز في يده اليمنى ويحمل الكيس بيده اليسرى، ثم ينطلق وفي طريقه من المسجد إلى البيت يحمل أي أوساخ أو شيء في الطريق، ثم يضعها في أقرب درام زبالة من بيته، بس ينظف وهو رايح، بس طريقه من المسجد في طريقه فقط. تخيل معي لو طبق هذا في كل المساجد كيف ستكون النتيجة؟ والفكرة بسيطة جدا وتنفيذها سهل جدا. يا سلام يا سلام. طيب آخر ما أدري والله إذا في أبد وقتك أبد، بالعكس إحنا نشوف الأفكار الأخرى الموجودة، ولكن فعلا دكتور يعني إحنا لو ننظر لهذا الموضوع من ناحية أولويات، الواحد ممكن باب أولى هو يعني يقدم هذه الخدمات، أو مثلا يبتكر خدمات أو أعمال تطوعية أخرى لأسرته، مثلا فعالية إيجابية أو فعالية سعيدة مثلا يسويها لأسرته أو لأصحابه أو لغيره. فأتوقع أنه يعني الأولويات هذه ممكن تحفز الإنسان بشكل أكبر، يعني بدل مثلا يسوي الغير يسوي القريب. والله كلامك في غاية الجمال، لأنك أنت لما تسوي فعالية جميلة لأسرتك أنت هذا ترى ما هو مفروض عليك فرض، هذا تطوع منك، لكن نتيجتها جميلة عليك ونتيجتها جميلة على أفراد الأسرة. نعم. لو سمحت لي أنا ترى على هذه الطاولة قبل كذا، بس والله نسيت في هذا البرنامج ولا في غيره ذكرت الفكرة، لكن ما يمنع أنه أنا أعيدها مرة أخرى لأنها فكرة جدا جميلة. هذه الفكرة اسمها وجبة على الحائط. وجبة على الحائط، الفكرة ما هي من عندي، الفكرة بس استقيتها من تجربة سابقة. يقال أن أحدهم ذهب إلى أحد المقاهي في مدينة البندقية وجلس، جاء الطاولة اللي جنبه جلس عليها شخصين، فواحد منهم نادى المباشر، إيش قال له؟ قال له ثلاثة أكواب، كوبين على الطاولة وكوب على الحائط. يا سلام. دفعوا حق إيش؟ حق ثلاثة، لكن ما جاهم الاثنين، راح العامل مباشرة أخذ بطاقة وعلقها على إيش؟ على الجدار، يعني كوب قهوة مدفوع الثمن مسبقا. يا سلام. بعد فترة جلس واحد على الطاولة قال كوبين، كوب على الطاولة وكوب على الحائط. جاء حاسب في اثنين، جاء النادل أعطاه واحد على الطاولة وعلق ورقة. بعد فترة جاء رجل رث الثياب وتبدو عليه علامات الفقر والمسكنة وجلس ونظر إلى الحائط، فإذا هناك عدد من أكواب القهوة مدفوعة الثمن مسبقا، فجلس وقال له كوب على إيش؟ على الحائط، كوب على الحائط. إيش عمل النادل؟ راح نزل بطاقة وحطها في الدرج وجاب له كوب. يعني الآن أنا تصدقت وتطوعت بدون أن أجرح مشاعر هؤلاء الفقراء والمساكين، عرضتها في عدد من الدورات التدريبية وقلت خلوا يصير عندنا شاورما على الحائط، يصير عندنا وجبة شواية على الحائط، يصير عندنا كوب قهوة على الحائط. ليش؟ نحن أولى، قيمنا الدينية تحفزنا للقيام بهذا العمل. ولذلك كل من يسمعني الآن وعنده مطعم أو عنده مقهى أو عنده بوفيه فليبادر مباشرة إلى فكرة الوجبة على الحائط. وعلى فكرة يا أخوي أويس، ترى في مكة المكرمة يجيك واحد عند المطاعم هذه اللي حول الحرم ويعطي مبلغ وقدره ويقول له وجبات لمين؟ لضيوف الرحمن، وأصبحوا حتى ضيوف الرحمن يعرفون. ثم يخرج هذا العامل في الخارج وينادي فيصفون سرع على طول ويأخذون وجبات مجانية، بس حنا نبغاها بشكل ماذا؟ بشكل مرتب. أجمل مرتب. بالله في مطعم سيرفض هذه الفكرة؟
بالعكس ما في أي خلاص مبيعات زيادة أصلاً وتزيد البركة هذه وتزيد البركة عنده وتعطيك فرصة أنت إنك ماذا إنك تتطوع. فأنا رسالتي من ضمن عقد الاتفاق إنه إذا سمحتم أي واحد فيكم الآن يسمعني ويقدر ينشر الفكرة هذه يعمل على نشرها سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التحدث مباشرة مع أصحاب المطاعم والمقاهي الموجودة حولك. بإذن الله. الله يعطيك العافية دكتور. يعني الله إحنا يعني اكتشفنا بعد هذه الحلقة أنه فعلا مجال التطوع والعمل وبذل الإحسان والخير للآخرين كثيرة وعديدة. فشكرا لك. إحنا نهاية الحلقة أنا عندي سؤال دائما أسأله. عوامل النجاح في العمل التطوعي في كلمة، ما هي الكلمة بالنسبة لك اللي يعني طيب. والله هذا هذه العوامل. أصعب شيء، لكن أبى أقول لك الكلمة هذه النية الطيبة والغاية النبيلة. صارت أربع صح؟ جميل. هي أيوة. جملة موجزة. النية الطيبة والغاية النبيلة هي خلف نجاح أي عمل، أي عمل تطوعي. وأختم وأقول نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل هذا اللقاء عملا تطوعيا مقبولا لي ولك ولجميع من ساهم في هذه الحلقة. اللهم أمين. شكرا لك دكتور. العفو حبيبي. الله يعطيك العافية. الشكر كذلك لكل من تابع هذه الحلقة. في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله. أخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم